السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلبة الثانوية العامة. معكم دكتور مصطفى كامل، كبير معلمين لغة إنجليزية. إن شاء الله هنشوف مع بعض متعة اللغة الإنجليزية في دراسة المنهج السنة دي. طبعا احنا عارفين إن المنهج بيتقسم إلى 3 أجزاء: هالو والنوفل وسكيلز. هنبدأ مع بعض أول سلسلة في هلو. عندنا طبعا ما ننساش إن عندنا 8 وحدات أو 9 وحدات سوري في الترم الأول، الجزء الأول من المنهج، وعندنا 9 وحدات تانيين في الجزء الثاني من المنهج. يلا مع بعض نبدأ كده مع بعض الجزء الأول. يونيت 1 بيتكلم عن writers and stories. أهم حاجة في الجزء بتاع هلو إن إحنا بناخد منه نقطتين، نقطة الفوكابلري والنقطة الثانية الجرامر. نشوف مع بعض كده الفوكابلري. النقطة الأولى في الديفينيشنز، أول حاجة عندنا كلمة believer. What the meaning of believer? Someone who believes that a particular idea or thing is very good. Collection معناها إيه؟ A set of familiar things that you keep together. Disabled أو المعاق معناه unable to use a part of the body in the way that most people do. بعد كده عندي district منطقة أو مقاطعة، an area of a city or a country. Establish ينشئ، to give someone a respected position in society or an organization. Law القانون، the system of rules that people in a country or place must obey. Pioneer رائد، one of the most people to do something that other people will continue to develop. Style اسلوب، a way of doing something that is typical of a particular person, group or a period. Average the amount معدل، the amount you get by adding several quantities together and then dividing them by number of quantities. Confused يربك أو مربوك، unable to understand something clearly. Insist يصر، ودايما بيجي معاه حرف الجر insist on و persist in، الاثنين بيجوا معنا يصر على. Insist demand that something should be done. Midday منتصف اليوم، 12 o'clock in the middle of the day. Poetry شعر، poems in general. Routine النظام اليومي، a usual way in which you do things. Old fashioned موضة قديمة، not modern and not fashionable anymore. ده أعزائي الطلبة والطالبات التعريفات المهمة اللي موجودة عندنا في الجزء الأول. نشوف بعد كده أهم الكلمات اللي موجودة في المنهج وبعض التشابهات اللي ممكن تيجي معها. Graduated تخرج من، لكن retired متقاعد. Expert on خبير في، لكن export بتيجي معنى يصدر. Arab عربي، لكن Arabic اللي هو خاص باللغة العربية. District قلنا حي أو إقليم أو مقاطعة، لكن restrict معناه يحد من. Diplomat الدبلوماسي، Politician رجل السياسة. نخلي بالنا الفرق بين Diplomat، دي تعتبر وظيفة حكومية، لكن politician مش شرط ان هي تكون وظيفة حكومية. Abroad بالخارج، خارج البلاد to other country، لكن عندي aboard اللي هي على متن، مثلا ممكن نقول aboard on the ship. Experience خبرة بيتلقاها الشخص من الحياة العملية، لكن experiment التجربة المعملية. Later فيما بعد، لكن later معناها الأخير.
كوليكشن مجموعة، زي ما مثلا كوليكشن اوف ستامبس مجموعة من الطوابع، لكن كونكشن اللي هي اتصال أو التواصل. برايز جائزة، لكن برايس سعر. كاستوم عادات، زي ما مثلا كاستوم اند تراديشنز للعادات والتقاليد، لكن كاستومس اللي هي الأزياء. ريسبكتد محترم، لما نقول هي از ريسبكتد مان هو إنسان رجل محترم، لكن ريسبكتفول اللي هي محترم للآخرين. ناشونال قومي، لما نقول مثلا ذا ناشونال تيم اللي هو الفريق القومي، لكن انترناشونال اللي هي دولي او عالمي. كومبيتيشن مسابقة، لكن كومبليشن تكملة، جاي من كلمة كومبليت. كونفيوزد قلنا مرتبك او حائر. كونفيوزنج شيء مربك او محير. طبعا برضو ما ننساش confused، زي ما بنقول الصفة المضاف إليها اي دي بتيجي مع الأشخاص، والصفة المضاف إليها اي ان جي بتيجي مع الأشياء. fixed محدد، لما أقول مثلا I will meet you in a fixed time في وقت محدد. mixed مختلط. روتين اللي هو الروتين اليومي، لما أقول مثلا my routine is to get up early at 7 o'clock. رتاب اللي هي التعقيدات الحكومية. old fashioned زي ما قلنا قبل كده الموضة القديمة، لكن fashionable اللي هي بيلبس على الموضة أو عصر. insist on يصر على، زي بالظبط persist in، الاتنين معناهم واحد يصر على، لكن insist بيجي معاها preposition on و persist بيجي معاها preposition in. نشوف بعد كده أبنائي وبناتي إزاي الـ definitions دي أو الـ vocabulary دي بتيجي في الامتحان. احنا عارفين الامتحان بيبقى فيه 30 اختيار multiple choice، 15 منهم بيجوا على الـ vocabulary و 15 منهم تانيين بيجوا على الـ grammar. choose the correct answer from A, B or C. number one A liver believer pilot porter is someone who believes that a particular idea or a thing is very good. مهم قوي يا ابنائي لما نيجي ندور على الكلمه اللي ممكن تساعدني في الحل. طبعا الكلمه اللي هتساعدني في الحل هنا عندي كلمه believes، يبقى اذا الحل هيكون ايه؟ برافو، اللي هي believer. number 2 A is a set of familiar things that you keep together. الحاجات اللي بنخليها مع بعض، هل هي collection correction connection corruption؟ انا سامع حد بيقول collection، مظبوط زي ما قلنا اللي هي مجموعه من الاشياء المجتمعه مع بعض. number 3 A is something that people do because it's traditional. ايه الحاجه الناس بتعملها عشان traditional؟ نخلي بالنا الكلمه المفتاح الاجابه ايه؟ كلمه traditional، يبقى الاجابه هتكون cost costume custom ولا secret؟ طبعا الإجابة هتكون custom. برافو. number 4 unable to use a part of a body in the way that most people do means. هل هي disabled ولا fit ولا clever ولا giant؟ ممتاز، فعلا disabled اللي هو المعاق. number 5 A is an area of a city or a country. منطقة في المدينة أو البلد بنسميها إيه يا أولاد؟ تمام، هقول restrict ولا instruct ولا top ولا district؟ الإجابة الصحيحة طبعا district أو المقاطعة أو المنطقة. question 6 early black and white photo show people in new clothes old fashioned clothes stylish clothes modern clothes. المفتاح الإجابة عندي هنا إيه؟ black and white، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون old fashioned. question 7 the sun is at the strongest at، أقوى جزء أو أقوى وقت للشمس بيبقى إمتى؟ night ولا evening ولا morning ولا midday؟
انا سامع حد بيقول 100 داي، برافو عليك. نمبر 8، ماي روتين ولا ريد تاب ولا كاستم ولا تراديشن از تو جيت اب اند ووك. تمام، يبقى ماي روتين. كويستشن 9، ماي فريند اند اي ار جوينج تو انتر ان اثليتكس. هل هقول كومبيتيشن ولا كومبوزيشن ولا ريكوجنيشن ولا سوبرفيجن؟ وي هوب تو وين. طبعا طالما هتبقى اثليتيك يبقى اخد معاها الاجابه كومبيتيشن. اخر سؤال نمبر 10، اي سنت ان ايميل وذ تو اتاكس اتاتشمنت اتراكشنز ايميلز ذي وير فوتوز اوف ماي سون. طبعا لما بنبعت الايميل بنرفق معاه، يبقى الارفاقه اللي هي ايه؟ اتاتشمنت. برافو عليكم. ده ابنائي وبناتي كان الجزء الاول من يونت 1، وكان عباره عن الديفينيشن والفوكابلري. دلوقتي هننتقل الى الجزء الثاني وهو الجرامر. عندنا مجموعه من الازمنه في يونت 1. اول زمن اللي هو الباست سامبل، بنستخدم الباست سامبل للتعبير عن حدث وقع في الماضي. بيتكون من ايه الباست سامبل يا شباب؟ كلنا عارفين الفيرب بنضيف لي اي دي اذا كان فعل عادي، وطبعا بنلاحظ الافعال الشاذه بنجيب التصريف التاني بتاعها، زي مثلا عندي جو نحولها الى وينت، درينك درينك، وهكذا. في عندي زي ما احنا شايفين حاجه بنسميها يا شباب التايم لاين او الخط الزمني، بيبدا من الباست وبعدين في المنتصف في البريزنت وبعدين بينتهي في الفيوتشر. هنا احنا هناخد الخط الزمني اللي هو في الباست. بياتي عاده الباست سيمبل مع الكلمات يسترداي، لاست، اجو، ان، ويديني سنه في الماضي مثلا 1988 اي دي او ان 2000 اي دي، اي تاريخ انه يكون في الماضي. الباست سيمبل لما بياخد فيرب تو بي، I, he, she, it بتيجي معها was، we, they, we, you بتيجي معها where. For example، number one، I watched TV last night. يبقى أنا عندي هنا last night، عشان كده خدت الفيرب إيه؟ watched. مهم جدا يا ولاد إن إحنا نبص على الكيورد عشان هي اللي هتساعدنا على تحديد الزمن. Number two، they visited their uncle yesterday. يبقى انا عندي هنا yesterday عشان كده خدت معاها visited ادي verb plus ed. Number 3، we went to Aswan 2 months ago. انا عندي هنا ago فخدت الverb في الباست، وطبعا زي ما قلنا من شوية ان انا عندي went اللي هي الباست بتاع كلمة go الregular verb. نشوف كده بعض التمرينات على الباست سيمبل. Number 1، he studies، has studied، studied، had studied hard when he was at school. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ تمام، studied. برافو. حد هيقول لي طب ما أنا ما عنديش keyword زي yesterday وأقول اللي إحنا قلنا عليها من شوية. في أسلوب تاني بيجي في الامتحان يا شباب، اللي هو بيديني the meaning through context، بعرف المعنى من خلال السياق بتاع الجملة. يعني لو بصينا في الجملة التانية هنلاقي موجود he was at school، يبقى خلاص حدد ان الفيرب في الباست، فبعرف ان الفيرب الاولاني برضو بيكون في الباست. اوكي، يبقى اما بيجي كلمه صريحه yesterday و ago in the past والحاجات دي، او بنعرفها من خلال سياق الجمل. نمبر 2، my father used to playing played play plays football as a boy. طبعا كلنا عارفين ان used to بيجي معاه الانفينيتيف، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ تمام يا شباب، يبقى used to play. Number 3، do، does، did، has Egypt won the Cup of Africa Nations in 2006؟ طبعا 2006 فعل في الباست، فعلى طول بناخد ليها إيه؟ did. تمام، يبقى did Egypt win. Number 4، I wrote، will write، is writing، was writing the story long ago. ادي عندي كلمة ago اهي، يبقى على طول اروح واخد ايه؟ I wrote. برافو، I wrote the story long ago. Number 5،
The players was, were, are, have happy when they won the cup. خد بالك أنا عندي هنا when they won، يبقى الفعل هنا اتعرف من سياق الجملة في past أهو، يبقى the players هاخد معاها إيه؟ were. برافو. في عندي أسلوب ظريف جدا، لو إحنا معرفناش الإجابة على طول بنحاول إن إحنا نستبعد الإجابات الخطأ. يعني عندي مثلا كلمة players، هل معقول ناخد معاها was؟ طبعا لا. طيب هل ممكن ناخد، أنا عندي هنا won في الباست، طب ينفع آخد معاها are؟ لا، لأن في باست. ينفع آخد معاها have؟ برضو لا، لأن have بيجي معاها past participle. يبقى إذن هناخد معاها إيه؟ the players were happy، كانوا سعداء. الزمن الثاني اللي هنتكلم عنه في يونت 1 اللي هو الباست بيرفكت. الباست بيرفكت بنستخدمه للتعبير عن حدث، حدث وانتهى في لحظة ما في الماضي، بيتكون من had زائد الباست بارتيسيبل. دايما الباست بيرفكت بيكون معاه حدثين، حدث وقع قبل وحدث تاني وقع بعد. في التايم لاين زي ما احنا قلنا اهو، الباست بيرفكت دايما بيحصل الاول، يعني لو عندي حدثين في الماضي او اكتر من حدث في الماضي بندور على اقدم حدث ونحطه في الباست بيرفكت. بيجي مع الكلمات اللي هي after و before which و as soon as. For example I had washed before I braided. يبقى لو نلاحظ هنا انا عندي فعلين، في washed وفي braided. طب ايه اللي بيحصل الاول؟ بنتوضى ولا بنصلي، ولا بنصلي وبعدين نتوضى؟ تمام، يبقى الوضوء الاول. يبقى ناخد معاه I had washed. يبقى زي ما قلنا لو لقيت اكتر من حدث في الماضي باخد الاقدم في الماضي التام. They went home after they had finished. ادي عندي برضو هنا اهو after they had finished. يبقى اذا روحوا بعد ما انتهوا، يبقى انتهوا الاول had finished وبعد كده went home. Number 3 احمد had eaten the cake which he bought. اوكي، يبقى had eaten the cake which he bought. Number 4 as soon as he had bought a car they drove to Alexandria. يبقى الحدث الاولاني past perfect والحدث الثاني past simple. بنلاحظ ان هذا الزمن غالبا ياتي معه زمنين زي ما احنا قلنا، بيكون الباست سيمبل بيجي يحدث بعد الباست بيرفكت. بنشوف كده مع بعض مجموعه من الامثله الاسئله. نمبر 1 by the age of 10 I to swim. نخلي بالنا by هنا بتساوي كلمه before، before بيجي وراها باست سيمبل باست بيرفكت. يبقى الاجابه هتبقى had learned have learned learned was learning. تمام، يبقى اخد معاها learned. Number 2 I didn't write to my friend until I. until بتلعب دور after بالظبط، ما ننساش الverb اللي بيجي قبلها past simple negative واللي بيجي بعدها past perfect positive. يبقى هاخد هنا have received had received will receive were received. تمام، يبقى هاخد هنا ايه؟ had received. برافو يا ولد. Number 3 almost everybody had left has left was leaving by the time we arrived yesterday. خلي بالك في كلمة by the time هنا والفعل جه وراها arrived، يبقى يجي على طول قبلها ايه؟ past perfect، يبقى اخد had left. Question 4 I didn't see my friend when I arrived at her house. She out. She gone. She went. She has gone. She had gone. طالما didn't see يبقى إذن هي مشيت قبل ما توصل، يبقى she had gone out. Question 5 By the time my father was 18 he has been had been was being was at work for 2 years. طبعا هنا هناخد معاها had been. Question 5 I was hearing had heard heard about the party even before you told me about it. انا عندي هنا before، الحدث الثاني جه اهي told، يبقى اذا الاولاني هيجي ايه؟ had heard. Question 7 by the time Mariam was 26 she has
has been was married for 3 years. طبعا الإجابة هناخد معانا برافو had been. question نيجي ندخل بقى مع بعض على الزمن الثالث ال past continuous. الماضي المستمر بنستخدمه للتعبير عن حدث كان مستمر في الماضي أثناء وقوع حدث آخر. بنشوف هنا في التايم لاين زي ما احنا شايفين ادي الباست بيبقى في حدث في الباست اوكي وبعدين البريزنت وبعدين الفيوتشر فالحدث ده بيكون في نطاق الباست. الكلمات اللي بتدل عليه عندي when while as because. في ملحوظة مهمة بيقول لي هذا الزمن عادة يأتي معه زمن ماضي بسيط إذا تخلل الماضي المستمر أو الذي وقع أثناء حدوثه. يبقى إذن أنا بيبقى عندي هنا في حدثين في الباست. حدث وقع أثناء حدث هنشوف دلوقتي بيبقى باست كونتينوس باست كونتينوس أو حدث قطع حدث بيبقى باست كونتينوس واللي قطع باست سامبل. For example, while I was sleeping, a thief entered my room. يبقى إذن كان sleeping ده الأساس واللي قطعه إيه؟ entered. المثال الثاني when we were eating my father came. يبقى اذا الحدث الاساسي were eating واللي قطعه اللي هو came. زي ما قلنا لو الحدثين موجودين مع بعض في نفس التوقيت يبقى بناخد past continuous past continuous. A thief entered my room while I was sleeping. My father came when we were eating. يبقى زي ما قلنا ده اللي هو قطعه. طيب نيجي نشوف كده مع بعض اللي هم حدثين مع بعض زي ما احنا قلنا من شوية. While I was watching TV, mom was cooking. يبقى أنا عندي الحدثين متوازيين. I was watching TV ومام في نفس الوقت was cooking. I was watching TV while mom was cooking. سواء الحدث جه بقى في الأول جت في الأول أو جت في النص طالما الحدثين متوازيين فبنجيب ده past continuous وده برضو past continuous. ودايما نتذكر إن لو حدث حدثين بناخد الحدث الأطول في المدة بيكون بعد while بناخده past continuous والأكثر في المدة بناخده past simple. زي while I was watching TV أدي الحدث الأطول. إيه اللي حدث الأكثر بقى؟ the phone rang وده اللي قطعه. نشوف كده مجموعة من التمرينات. Number one at the time my father arrived we played were playing had played chess. تمام يبقى الحدث الأطول كان إيه ولاد؟ ممتاز we're playing. Number two I above when the phone rang يبقى الحدث الأطول كان إيه؟ had was having having had had. سامع حد بيقول was having برافو عليك. Number three while walking was walking walked in the street I ran into an old friend. نلاحظ هنا ان while طالما ما فيش وراها subject على طول بيجي وراها gerund. يبقى هناخد هنا يا شباب يبقى while walking. اخر سؤال while I my car it rained heavily. يبقى while I نلاحظ هنا في I while I was repairing was being repairs is repairing my car it rained heavily. تمام برافو يبقى while I was repairing. بكده يبقى انتهينا أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة من الوحدة الأولى وطبعا زي ما احنا شايفين كانت بسيطة جدا وهتفيدنا كتير قوي في الوحدات التالية. شكرا ونلتقي مع بعض إن شاء الله في الوحدات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.